بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ الجزء الثاني من محاضرتنا. آسفة إذا آخر الجزء الأول قطع، هو ما حكيت فيه إشي أنا خلص. يعني إحنا حكينا عن مبدأ عمل الكروماتوغرافي بشكل عام، حكينا إنه الكروماتوغرافي نوعين أساسيات، البلين كروماتوغرافي والكولوم كروماتوغرافي. راح أبدأ أنا وياكم هلأ بالبلين كروماتوغرافي. شو قصدنا يا مس في البلين كروماتوغرافي؟ البلين كروماتوغرافي قصدنا فيه انه بيكون عندنا النتيجة بتكون بشكل عرضي، او بيكون عندنا سطح الاستيشنري فيز عبارة عن ورقة او عبارة عن شريحة. دائما انت لما بتسمع كلمة بلين طبعا غير انها طيارة، في معنى تاني لكلمة برين. كلمة بلين يعني مسطح، يعني ايش احكي لكم، مفلطح، يعني اشي افقي، اشي جاي هيك منبسط، اشي منبسط، اشي فلات. شو يعني فلات؟ فلات يعني على سطح منبسط، على سطح مستوي. تمام. هلا بالنسبة ل الكروماتوغرافي اللي بهاي الطريقة بيكون عبارة انه النتيجة تبعتك انت رح تشوفها، او التصميم الكروماتوغرافي هاد بيكون ايش ماله، بيكون منبسط او بيكون في سطح منبسط او سطح خلينا نحكي مفلطح، او سطح شو اسمه، يعني سطح مستوي، سطح مستوي. تمام. هلا كيف بيكون هذا تفصيله، او كيف يعني ايش الاشياء اللي بتميزه، راح اشرح لكم على هذه الورقه. هاي شوفوا، بيكون عباره ولا شيء عن تانك. ايش يعني تانك؟ تانك يعني حوض، تانك يعني حوض. تمام. التانك هذا بنحط فيه احنا ايش، الموبايل فيز. تمام. طبعا الموبايل فيز ايش دائما بيكون فيه، بيكون معاه العينه. إذا بيكون في عندنا موبايل فيز زائد الميكسشر تبعك اللي أنت بدك تفصله، زائد الميكسشر تبعك اللي أنت بدك تفصله. تمام. هلا بعد هيك طبعا التانك هذا بيكون له زي الغطاي، أو له مثل الغطا. تمام. هلا إحنا إيش مالنا، بنحط الشريحة تبعتنا أو الورقة تبعتنا، بما إنه إحنا عم نحكي عن بلين كروماتوغرافي. تمام. الستيشنري فيز تبعنا رح يكون على شكل بيبر، على شكل ورقة، أو على شكل شريحة. إذا الستيشنري فيز رح يكون على شكل ورقة أو على شكل شريحة زي ما أنتم شايفين. تمام. هلا إيش اللي بيصير؟ اللي بيصير عندك إنك أنت من لما تبدأ تحط الورقة هذه داخل الموبايل فيز، بيبدأ الموبايل فيز إيش ماله؟ يطلع، او يعني بيبدا يغمر الورقه هذه كليتها. تمام. بيبدا يغمر الورقه كليتها شوي 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 شوي. هلا انت بالاول اصلا بتعلق الورقه قبل ما تحط الموبايل فيز، يعني انت بتعلق الورقه اللي هي الستيشنري فيز داخل التانك، وبتظبطها وبتهندزها. وفي مرات بعض التانك بتيجي الورقه اصلا معلقه جاهزه، بس هي كل ورقه لفحص واحد، فمشان هيك بيكون عندك هنا زي الملاقط، او زي يعني زي كلبسة، او زي اشي تثبت فيه عندك الورقة. تمام. هلا بعدين بعد ما تعلق الورقة وكل اشي ايش مالك، بتحط الموبايل فيز اللي معاه الميكسشر اللي انت بدك تفصله، او المادة اللي انت بدك تفصلها. طبعا بيبدأ الموبايل فيز يغمر الورقة. خلال ما هو بيغمر الورقة، الورقة هادي او الشريحة هادي مش شريحة عادية ولا ورقة عادية، هاي ستيشنري فيز بيكون فيها مواد معينة تساعد على فصل الكومبوننت اللي عندك. دائما المبدأ اللي بيعتمد عليه البلين كروماتوغرافي اللي هي البولاريتي، مس شو يعني بولاريتي؟ بولاريتي يعني القطبية. كلكم ما بتعرفوا انه في مركبات قطبية بولر يعني دائبة في المي، وفي مركبات نان بولر بتكون ايش مالها غير دائبة في المي، او المركبات البولر اللي هي دائما تحمل شحنات، والمركبات النان بولر اللي هي ما بتحمل شحنات وما بتدوب بالمي. تمام. دائما في البلين كروماتوغرافي خاص نص نشتغل، او بيعتمد المبدأ تبع الفصل على البولاريتي. كل ما كانت المادة البولاريتي إلها أكثر، كل ما ضلت ايش مالها تحت،
وكل ما كانت البولاريتي تبعتها اعلى كل ما كانت ايش انفصلت لفوق شوي. هلا بعد ما يغمر كل الموبايل فيز الورقه تطلع عندك الورقه بالشكل الاتي، تمام؟ تطلع عندي انا النتيجه تبعتي على شكل باند. شو يعني باند؟ على شكل زي الخطوط او زي الشحطات، بالضبط زي الشحطات او زي الخطوط، تمام؟ كل مادة من المواد مفصولة عند منطقة معينة طبعا حسب البولاريتي تبعتها. دائما هلا فرضا هي A هي B هي C، تمام؟ المادة الأولى الثانية الثالثة. هلا بناء على هذا الكلام أنت رح تستنتج على طول إنه المادة A هي إيش مالها؟ الموست بولر. إيش يعني الموست بولر؟ يعني يعني هي الأكثر قطبية، فمشان هيك هي ما طلعت بسرعة أو ما مشت بسرعة. بينما المادة B نص نص، المادة C إشمالها less polar أو البولاريتي تبعتها إشمالها يا جماعة قليلة، البولاريتي تبعتها قليلة. فهيك إحنا انفصلت عندي المواد الثلاثة اللي موجودة عندي على في الميكسشر على الورقة بالشكل التالي. طب بدك تحكي لي ميس، طب انا بشوفهم بالعين. نعم انت بتشوفهم بالعين، لانه بيكون الاستيشنري فيز اللي هي هذه البيبر او هذا الشريحه، تمام، مزوده بكمان بماده ملونه. وين ما صار عندي ترسيب لماده ببين الباند عندك هذا بلون، او ببين بلون مرتب، مثلا يكون هون بقعه صفرة صفرة صفرة. وين ما انا شايف اللون هذا معناته ايش يا جماعة؟ معناته المادة عندي ترسبت، معناتها المادة عندي ترسبت. طيب مس، انا ممكن اعرف قديش الكونسنتريشن للمادة من حجم الباند؟ نعم، في جهاز متخصص اسمه دنسينوميتر، تمام، هو عامل بيجي زي الكاشف، تمام، بيجوا باخذوا كل جزء او كل مادة انفصلت لحالها وبحطوها في هذا الجهاز، وهذا الجهاز بعطيك قديش الكونسنتريشن او تركيز المادة اللي انفصلت في كل خط من الخطوط او في كل شحطة من الشحطة. هاي يا جماعة بشكل بسيط كيف بيشتغل البلين كروماتوغرافي. طبعا البلين كروماتوغرافي هو له نوعين كمان، خلينا نمشي بالمعلومات الموجودة عندكم هون. طبعا هيو سبريشن تيك بليس اون فلات سيرفيس اور بلين. زي ما انتم شايفين الموبايل فيز دائما بيكون عندي ليكويد، مادة سائلة. الستيشنري فيز ممكن يكون بوليمر جل او بيبر. بوليمر جل يعني مش انك تفكر انه جل جل، يعني بيكون انتم عارفين انه الجل يعني زي الجلو، يعني بيكون ايش ماله، ممكن يعمل طبقة صلبة، ممكن يعمل طبقة صلبة بالضبط زي هيك، تمام. او وهذا البوليمر جل اصلا مش بيكون بس طبقة، يعني مش بيكون بس زي الجلو، بيكون اصلا مغلف او بتيجي يعني زي كأنها شريحة، تمام، تيجي زي كأنها شريحة، لانه الجل بيكون مغلف في مادة زي السيليكا او البولي اكريمايد او الستارش، او حتى بيكون مغلف بالنشا، تمام. المهم بدك تفهم انه اما شريحة اما بيبر. وعلى فكرة البيبر بطلت هالايام كتير مستخدمة، هلا اكتر اشي عم بيكون بوليمر جل اللي هو زي ما حكينا بيجي زي طبقة من الجل مغلفة بمعدن معين او مادة معينة. المادة هذه بس بتخليها على أساس تعطيها صلابة، على أساس تعطي الشريحة تبعتك صلابة ويكون قراءة النتائج عنها أسهل. البلين كروماتوغرافي هم نوعين، ثين لاير كروماتوغرافي والبيبر كروماتوغرافي. الثين لاير ايش الفرق بيناتهم؟ الثين لاير بتكون فيه اللي هي البولي اكرومال جل، والبيبر بتكون هي بيبر، ولهم التنتين نفس العمل بالضبط. هلا احنا رح نيجي نحكي على التين لاير كروماتوغرافي اللي بكون فيه الاستيشنري فيز عباره عن ايش؟ عن لاير، يعني عن شريحه او طبقه من الجل، تمام، بتكون مغطيه بالسيليكا او بالالمنيا، يعني بالالمنيوم، يعني زي طبقه جل مغطيه او خلينا نحكي شو بسموها، مغطيه او ملبسة، يعني كيف اشي ملبسينه طبقة تانية او عليه طبقة تانية من الالمنيوم او الستارش النشا، تمام. اتاش تو جلاس بليت، يعني كمان ثابتة على خلينا نحكي على شريحة او على سطح زجاجي، على سطح زجاجي. اذا بتكون عبارة عن سطح زجاجي زي هيك، ايش في عليه؟ في عليه عندنا طبقة من جل، تمام، مخلوط معاها او موجود فيها السيليكا او الالمنيوم او الى اخره. الموبايل فيس طبعا هو ليكويد اكيد. هلا ايش اللي بصير عندك؟ انت العينة تبعتك
تتحرك مع الموبايل فيز اي ثرو الستيشنري فيز تمام باي كابيلاري اكشن. اللي بيجي بيحكي لي طب مس انت حطيتي الموبايل فيز تحت، طب كيف غمر الورقه بالخاصيه الشعريه؟ كل السوائل بترتفع للاعلى، كل السوائل بترتفع للاعلى تمام. هلا اللي بصير انه زي ما حكينا، هلا شوفوا ايش ميزت السيليكا او الالمنيوم هذه او الجل هذا، انه ايش ماله بولر، انه هو سطح قطبي، هو سطح ده كانه بتدوب فيه المواد اللي بتدوب فيه المي تمام. اللي بصير عندنا انه دائما البولر كومبوننت مور سترونجلي اتاشد، يعني البولر كومبوننت اشمالها بتكون مرتبطه اكثر بالشريحه هذه فبتضلها موجوده لتحت. اما المواد اللي هي بتكون نان بولر شو بتصير فيها؟ بيكون ارتباطها مع الشريحه تبعتنا مع شريحه السيليكا تبعتنا اشمالها ضعيف جدا، فبتتحرك بشكل سريع لانها بدها تخلص من هذا المكان اللي هي مش قادره ترتبط عليه، فبتستقر وين؟ في التوب اوف ذا بليت او في اعلى الورقه، بتستقر في اعلى الورقه. حتى تفهم علي طلع معي هنا، هاي هذه الشريحه تبعتنا، اتفقنا الشريحه تبعتنا من ايش بتكون الستيشنري فيس؟ عباره عن شريحه زجاجيه، شريحة زجاجية أو سطح زجاجي بيكون عليه طبقة من الجل اللي طبقة من الجل ممزوجة مع السيليكا أو ممزوجة مع الألمنيوم أو ممزوجة مع الستاش، وكل الأسطح هذه بولر أو أسطح قطبية تمام. إذا أنت بالمكسر اللي معك أي مادة قطبية رح تكون او رح تضلها موجوده لتحت، اي ماده اقل قطبيه رح تطلع لفوق. هاي زي ما انتم شايفين هون الاوريجن او هون انت حطيت الميكسشر تبعك. هلا انفصلنا A وB، دائما الـ A مور كومبوننت مشان هيك بتضلها مرتبطه اكثر مع الورقه وموجوده لتحت. في عندنا الكومبوننت B هي اقل البولاريتي تبعتها فبتكون عندنا موجوده في الاعلى او موجوده لفوق. هيك يا جماعة بكون أنا خلصت الجزء الثاني من محاضرتنا. بس طبعا تنسوا الشغلة، طبعا كيف إحنا بنشوفه؟ بنشوفه يا جماعة بيكون color change أو الباند هذه بتبين على شكل شحطات ملونة تمام، على شكل نقاط ملونة أو شحطات ملونة. ليش هيك؟ لأنه بيكون أصلا أنت عندك الشريحة مزودة بمادة ملونة أو بصبغة بتطلع عندك مجرد ما استقرت المادة في مكانها. الدنسيتي او كمية المادة، ممكن احنا هاي كمية الباند ممكن اني انا اقيسها كوانتيفايد، يعني اقيسها واعرف كميتها باي فلوريسنت دنسانوميتر، عن طريق الدنسانوميتر بيعتمد على ضوء الفلوريسنت. بكمل انا وياكم في الجزء الثالث من محاضرتنا.